انتقل إلى المنوفية وزميلي باسم أبو العنين. باسم، يعني هل الفئات العمرية، يعني دائما محافظة المنوفية من المحافظات الأعلى تصويتا في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، كيف تبدو الصورة لديك وأبرز الفئات العمرية التي شاركت في اليوم الأول مع قرب انتهائي؟ تحياتي إليك من مدينة شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية. وكما ذكرت، نحن في محافظة تتسم بأنها من المحافظات الريفية التي تقع شمال غرب القاهرة. هذه المحافظة التي يصل تعداد سكانها إلى نحو 4.7 مليون نسمة. من يحق لهم التصويت في هذه المحافظة نحو 2.5 مليون، يزيد عن ذلك عدد قليل. هذه المحافظة التي تتسم بأن بها 10 مدن و9 مراكز وحيين، وعدد الوحدات المحلية الموجودة بها تصل لنحو 70 وحدة محلية وقروية، يعني يأتي إليها الوافدون منذ صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي نعلم جميعا أنها بين أربعة مرشحين عليها يتنافسون فيها. هم السادة المرشح عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران، والمرشح عبد السند يمامة، والمرشح حازم عمر. لدينا في محافظة المنوفية بصفة عامة 500 لجنة أو مقر انتخابي بها 574 لجنة فرعية. لدينا هنا في مدرسة الشهيد النقيب عبد الرحيم السرسي، أحمد عبد الرحيم السرسي بجبين الكوم، لجنتين داخل هذا المقر الانتخابي. طبعا العملية الانتخابية وعملية الاقتراع انتظمت منذ الساعة 9 صباحا بدون أي تأجيل أو تعطيل أو أي مما قد تتعطل بعض اللجان بسببه. إذا تحدثنا، نعم، يعني أشاهد الصورة خلفك بأن من يذهبون للتصويت يذهبون في شكل عائلات، يعني الجميع يصطحب الأسرة كاملة للذهاب إلى صناديق التصويت. يعني كيف تنقل لنا هذه الصورة من المنوفية؟ يعني كنت سأذكر لك أن السمة التي لاحظتها خلال هذا اليوم منذ الصباح وحتى الآن، يعني ما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة التفويج. الناس هنا يأتون بصفة عامة بطريقة التفويج. بدأ اليوم، كان من طليعة من أتوا إلى هنا منذ افتتاح اللجنة بعد 9:30 تقريبا أو 10 صباحا، كان وفد من الأزهر الشريف يترأسه الدكتور كمال عمار مدير الدعوة بأوقاف المنوفية، وكان بصحبته أيضا نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية. فلك أن تتخيل أن وفدا من الأزهر ووفدا من الكنيسة على رأسه الأوقاف وعلى رأسه مطران المنوفية أتوا بصحبة طبعا مشايخ الأزهر وقساوسة ورهبان وراهبات الكنيسة للإدلاء بأصواتهم، وتم التقاط الصور التذكارية لهم صحبة بعضهم البعض قبل الانصراف. لدينا أيضا محافظ المنوفية أتى في الصباح وأدلى بصوته هنا. يعني هي صورة لا يمكن أن تشاهدها إلا في هذا في أرض الكنانة مصر.